حاليا في المراسم الرسمية لتسلم لقب البطولة من جانب الترجي الرياضي التونسي. لقب البطولة اكيد في الاستوديو بيح بأسراره في انتظار اكيد ايضا تفادي النزول والمراكز الموالية لكأس الكاف والبطولة العربية، مازال ايضا كأس تونس ولاعبي الترجي بعد قليل باش يتسلموا لقب البطولة. هاو صعدوا على المنصة كما قال منذ قليل أسامة الدراجي، سبق له بالفوز باللقب سنة 2009 وأيضا 2010 مع المدرب وإطار فني تونسي فوزي البنزرتي 2011 أيضا ولا 12 مع نبيل معلول، وأول مرة مدرسة هولندية بالنسبة للتتويج الأجنبي من جانب الترجي. أكيد علي بنجي في الأستوديو يعرف أماريلدو ويعرف بيتشينزيك وعديد الفنيين الكبار اللي تعاقبوا على أحد الأندية العريقة في تونس والأكثر تتويج على مستوى البطولة، وأكيد بطبع الإطار الفني كان دائما عنده ضغط نتائج في الترجي ومطالب بالتتويج. ورود كرول في ثاني لقب بطولة ليه في تونس وثالث لقب بعد بطولة وكأس الكاف، وحاليا أول بطولة بعد أشهر من تسلمه مقاليد الفنية للترجي الرياضي التونسي المدرب السابق للزمالك أورلاندو بيرات النادي الصفاقسي اللاعب التاريخي كذلك للعهد الكبير لفريق أياكس أمستردام. أمامكم اسكندر القصري وبقية الإطار الفني للترجي، والفرحة من جانب لاعبي الترجي والوطنية الأولى تمكنكم من مواكبة هذه الاحتفالات والتسلم الرسمي للقب البطولة. وكان أيضا بلاغ صادر من الجامعة التونسية لكرة القدم بالنسبة لحصول معنا حسابيا إذا الترجي ينتصر يتسلم لقب البطولة رسميا في الملعب الأولمبي برادس، وكامل الإطار المسير ورئيس الترجي الرياضي التونسي السيد حمدي المدب كذلك يصل إلى المنصة والتتويجات متواصلة، وبتبع أيضا رهانات خاصة بكأس الأبطال وكأس ربيع الأبطال الأفريقية لكرة القدم. إن شاء الله ديما الأفراح لكرة القدم التونسية، وبتبع معناها هذيك هي الكرة كل مرة فريق ينتصر باللقب. المهم أنه العمل ولا شيء غير العمل، والمعناها المنافسة بين الأندية التونسية خاصة على الألقاب وعلى اللقب معناها ما تولد كان النتائج الإيجابية وكذلك ما يتطور كان أداء الأندية التونسية، وإن شاء الله بتبع تتويجات إفريقية هامة لكرة القدم التونسية والفرحة لكامل العائلة الترجية بعد قليل بالحصول على لقب البطولة رقم 25 منذ الاستقلال، وبعد فترة لقب معناها بإطار فني تونسي في السنوات الماضية ترجع المدرسة الأجنبية للحصول على لقب البطولة مع الترجي الرياضي التونسي، وتفاعل كامل معنا الأسرة الترجي التونسي بهذا التتويج. قلت المدرسة البرازيلية المدرسة البولونية خاصة فازت، وأول مرة الالتجاء إلى المدرسة الهولندية، والترجي الرياضي التونسي إلى حد الآن هو أحسن خط هجوم وأحسن خط دفاع، وبالطبع أكيد كان أكثر إطلالات خاصة بمردود الفريق في الأستوديو التحليلي. وأمامكم رمز البطولة باش يتسلموا فريق الترجي الرياضي التونسي رسميا بعد قليل، وبعد تأكدوا حسابيا من الحصول على لقب البطولة، وأعضاء الجامعة التونسية كذلك الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم. وبعد قليل يستلم الترجي رسميا لقب البطولة في هذه المواكبة الخاصة على الوطنية الأولى لمعناها نهاية التشويق بالنسبة للقب البطولة لقب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وبعد قليل معناها الحاجة لبحث أسرارها في أعلى الترتيب بالنسبة للبطولة. أمامكم وديع الجري وكامل معناها الأعضاء كذلك محمد السلامي رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، بعض أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم، والمصافحة مع
ياسر المسيرة مع رئيس الترجي الليدوسي وبقيت الأعضاء الفاعلين، وأكيد مسيرة بطل تكون الجانب الإداري الجانب الفني والطبي، والترجي سيتسلم رسميا لقب البطولة رقم 25 منذ الاستقلال، وأكيد أكثر إضافات حول لقب البطولة في الاتحاد الرياضي والتغطية الخاصة بهذا الحدث، ويتسلم الترجي رسميا لقب البطولة، والأفراح من جانب الترجي وحال سعيد لبقية الأندية وحتى اللي تلعب من أجل فادي النزول، وعلى هذه الأجواء المنعشة أجواء تتويج الترجي بلقب البطولة. ونعود من جديد إلى الاستوديو التحليلي والمواكبة الخاصة لهذا